بسم الله الرحمن الرحيم. والله سرحان شركة تبارك للأسمدة والكيماويات. احنا الآن في أرض القوات الجوية مزرعة الحاج حمادة أبو حفصة، جهاز 8.5 CD. احنا الجهاز هنا رشين المركب فيدباك حالي قرش البطاطس. احنا بفضل الله رشين المركب هنا من 5 أيام، النهاردة يوم 15 رشين، يوم 10 آخر النهار. بفضل الله زي ما انتم شايفين النتيجه قدام حضراتكم. تقريبا طبعا عرش البطاطس كله انتهى خالص، تمام. صفى العرش كله كورق وكساق، ما فيش اي حاجه فيه، تمام. بالنسبه للسعد الصوره بتتحدث عن نفسها، يعني هنا قدام حضرتك كده الارض كلها السعد كله ناشف والنجيلة أي حاجة فيها نحاسة، نبات الذرة حتى نبات الذرة. وهنا رشين بتركيز الرتل للفدان، نبات ذرة كله نبات ماي نشف تقريبا كله، السعد كله اتحرق، عرش البطاطس اتصفى بالكامل، مفيش انه اي حاجة. والكلام ده حصل خلال بالظبط 10 11 12 13 14 15 6 ايام. ده مركب الفيدباك لشركة تبارك للأسمدة والكيماويات. شكرا.